السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن لقاءاتي مع الشخصيات الاجتماعية والثقافية التي لها بصمات في مجتمعنا وتركت الأثر في جميع المجالات، نلتقي اليوم مع الأخ والصديق المربي والأستاذ توفيق سليمان، مدير مدرسة عيلوط الإعدادية. صباح الخير أبو سليم. صباح الخير أبو فادي، كيف حالك؟ شرفتنا بحضورك على مدرستنا أبو فادي، 100 مرحبا. دعيتني لفنجان قهوة شرف كبير لي أدعي طبعا الصحفي الأول في الوسط العربي والصديق الأول لي شخصيا في مسيرة الحياة الكشفية والتربوية والتعليمية، وها نحن نلتقي اليوم على أجمل موقع في بقاع الأرض وهو مدرسة عيلوط الإعدادية. أهلا وسهلا مرة أخرى صديقي وأخي وحبيبي أبو فادي. أبو سليم، شوي هيك رفعتني كثير، يعني الصحفي الأول. أنا إنسان صحفي متواضع جدا، يعني أعمالي متواضعة كمان. وهذا ما يزيد السيد أبا فادي رونقا وتواضعا، ويجعل أبا فادي دائما في القمة. من يتواضع لله يرفعه الله، وأنت من بارك هؤلاء الله فيك الناس أبو الطيبين. سليم، بارك الله فيك أبو سليم. الله يبارك فيك. أبو سليم، إذا ممكن تعرف بنفسك للمشاهدين، حتى لأنه هذا الكل بشاهد ومش الكل بيعرف إلا هذا. عرف بنفسك بطاقة شخصية لك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا العبد لله توفيق يحيى سليمان من مواليد قرية المشهد. طبيعة الحال بحمده بفضله استطعت أن أصل إلى ما وصلت إليه برضا الوالدين رحمهم الله ورضا رب العالمين طبعا ورضا الأصدقاء، وها نحن اليوم نعيش في أجواء الطبيعة والتميز. أنا مدير مدرسة عيلوط الإعدادية، أنا عضو في جاهة الصلح القطرية، وأنا أعيش في بلد أعتز أنني أفتخر وأنتمي إليها، ابن للمشهد وابن لعيلوط وابن للأمة العربية، الحمد لله رب العالمين. أبو سليم، أنا لما دخلت المدرسة لفت انتباهي، كأنه فايت على ورشة بناء. شو اللي موجود؟ الحمد لله رب العالمين، احنا كل عام في مدرسة عيلوط الإعدادية نأخذ خطة، طبيعة الحال خطة تطويرية، دائما هنالك تطوير، ففي السنة القادمة كانت درجة عالية من التطوير، وفي السنة التي مضت أيضا كان تطوير، والسنة هذه كان قرار عندنا في أن نجعل المدرسة قديمة البناء وقديمة العهد أن تكون بجديدة العهد، فهنالك تطوير، هنالك بناء مختبرات، هنالك بناء صفوف تعليمية متطورة جدا على مستوى الحدث حسب التكنولوجيا حسب التطور العصري. نعم هنالك ساحات جديدة، هنالك تظليل، هنالك كما شاهدت أبا فادي يوجد تطور جديد من درجة أولى ومن نوعية أولى، وتهدف هذا أو يهدف هذا التطوير إلى منح الطالب فرصة جدا جدا رائعة كي يتطور تفكيريا وتعليميا وتميزا نحو مستقبل أفضل وأفضل. أبو سليم، أنا شفت إنك يعني لما دخلت المدرسة شفت إنك أنت كنت يعني في نوع من الإشراف لك على اللي بصير من تحضير، من قصارى، من إدهان، من طبعا أنا شعوري واضح تماما في هذه الفرصة، تقريبا لم أتغيب عن المدرسة يوم واحد. من اليوم الأول كان هنالك خطة مع المقاولين مع رجال الأعمال مع من سينكشون طبعا الخيوط الجديدة والتطور الجديد. شو دورك أنت أبو سليم؟ دوري مشرف طبيعة الحال، لأنه في نهاية الأمر أنا مدير المدرسة، وأنا طبيعة الحال أنت شاهدت حتى قضية النوعيات، إذا كان الدهان، إذا كان البلاط، إذا كان الكراميكا، إذا كان المواد، إذا كان الخزائن، إذا كان الألوان، أنا أدخل في سجل هذا الأمر كي فيما بعد أرى أن ما صنعته يليق في مقام طلابي وأبنائي والمعلمين. وأنت رأيت أبا فادي كم هي المدرسة جميلا، وازدانت أكثر بدخول الأخ أبو فادي إليها الله يسامحك. المدرسة. نعم أنا أشعر أنها بيتي الأول والثاني والثالث، وكما أصنع في بيتي
كل الأمور التي تزيد من جمال البيت. مدرستي هي رسالتي، هي محبتي، هي خاصتي. نعم أنا أعشق هذه المدرسة وأرغب في تطويرها أكثر وأكثر، وستصبح في يوم الأيام، وليعلم الجميع، ستصبح في يوم الأيام مركز خاص لتتوافد عليه المدارس العربية، لترى ما هو التطور، ما هو التعلم، ما هو التميز نحو عصر جديد وتطور جديد. يعطيك العافية أبو سليم. في إحنا بعدلنا تقريبا أسبوع تفتتح، في افتتاح السنة الدراسية في 1/9 زي كل سنة. السنة في ظل جائحة الكورونا، شو البرنامج؟ هل في برنامج واضح للسنة الدراسية الجديدة؟ طبعا أنا من المدراء اللي في بداية الأمر قعدت وجلست مع المفتش، ومع مفتش طبعا الدكتور هاني كريدين من المفتشين الرائدين في الوسط العربي ومن له نظرة وفكرة تربوية. نعم أنا مستعد، أنا جاهز، فالخطة التعليمية أصبحت جاهزة وأصبحت متطورة وجاهزة لتنفيذها بطبيعة الحال، وهذا الأمر يجعلني أن أكون من المدراء الذين جهزوا واستعدوا مع طاقم المعلمين، مع طاقم الطلاب. وأنا أقولها دائما أنني أعمل في الثالوث، المعلم يعمل، الأهل تعمل، والطلاب. فكل خطة عمل أقوم بإعدادها يكون للطلاب دور فيها، وللمعلمين دور، وللأهل دور. نحن جاهزون حتى قضية الأمور الصحية أبا فادي، الخطة التعليمية جاهزة. ولكن بالنسبة لقضية جائحة الكورونا، نعم المدرسة الإعدادية بطلابها ومعلميها والأهل جاهزون ومستعدون لاستقبال الطلاب على أحسن وجه. فنحن نستعد بأجهزة جديدة توضع في المدرسة. وظيفة هذه الأجهزة وهي أصبحت موجودة، وقاموا أهل الطلاب بالتبرع بهذه الأجهزة كي يدخل الولد سيجد طبعا المعطر، وسيجد طبيعة الحال المعقم، وسيجد النظافة، وسيجد كل شيء جاهز لاستقباله كي يكون في صحة وعافية، ونبعد عن أبنائنا في هذه المدرسة خطر الجائحة، خطر الكورونا. نعم نحن مستعدين لاستقبال الطلاب، وأنا أدعو الأهل وأدعو الطلاب كي يأتوا إلى المدرسة ويشاهدوا مدى استعداد المدرسة بنظافتها، بصحتها، بإقامة كل شيء يساعد على صحة الطالب وحماية الطالب من كل شيء يمكن أن يضر بهذا الطالب. هنا بعض من الصفوف بسطتها. الأسبوع هذا قاموا بتركيب طبعا هاي العارضات اللي هي تكلفتها غالية جدا، اللي طبعا هذا لوح ذكي متحرك اللي الولد بصير يشوف حاله بقلب، يعني ثلاث أبعاد معينة. كولر مية اللي الولد بيشرب، مية مسقعة، مية مثلجة مع فلتر، ما في شيء. جاهز للأولاد مع خلينا نقول المختلفين، الطلاب اللي بيطلع لهم خلينا نقول كل الظروف الحلوة، هاي اللي بتشوفوا على الحيطان الرسمات الورد، كل هذا شغلهم، ماخذين كل الأشياء اللي ممكن أعطيهم إياها، مع جنينة، مع حديقة خارجية برضو إلهم، هاي البرجلة إلهم بيلعبوا فيها، الكيف والبسطة، البلاد ماخذين حاجيات ما حدا ماخذها بأي مدرسة عربية. تقدر تطلع برا تشوف الحديقة تاعتهم برضو كمان بفادي. هسه بفتح لك شو اسمه اللي بدك اياه. هاي برضو جدو وفين ورمان المدرسة. طبعا بحب اقول لك انها بفادي ملاني بالخيرات، بالنباتات، بالزريعة، كل أنواع الزرع موجودة عندنا. وبطلع أنا علوت مثل الصحن تحتي، وفوق بطلع عليها برأس الجبل بشوف الناصرة أمامي. ناصرة طبعا مدينة الناصرة هي جارة لعلوت،
بشوف الجبال اللي قدامي، بشوف الوديان اللي قدامي، كل قاعدة المدرسة بمنظر طبيعي. وهون أصبحت المدرسة هاي عبارة عن قرية تعليمية كاملة متكاملة. يلعب فوتبول هنا، يلعب ألعاب، يأخذ تمارين، حقا بالبوكس، حقا بالتمارين الرياضية، أي شغلة حلوة ممكن هن يطلبوها بلاقوها. برامجهم هون، نعم هاي إلهن هدية قدموها، وكل هاي الشغلات مبروعات طبعا. ولد هون بأخذ بدل ما يلعب مع 30 ولد، لا هو له هذا المحل بشكل شخصي بشكل خاص. برضو أعطيتهم غرفة حلوة كمان ليشتغلوا فيها، بأخذوا راحتهم، بقعدوا بتعلموا. لاحظوا فادا، انا حكيت لك مره عن قضيه الطاولات اللي انا بشتغل عليها للولد، يكون عنده وقت مناسب اللي يقدر بساعات الفراغ يلاقي امور كثير حلوه. هاي غرفه للاولاد اصحاب الاعاقه، اصحاب خلينا نقول المختلفين عن باقي الطلاب، ولكن انا سميتهم الطلاب المميزين لانه بيطلع لهم يتميزوا. اذا هم حرموا من شيء احنا بنعوضهم بشيء اخر. الأشياء والكتابات اللي حطيناها هي عبارة عن موقع تعليمي للولد المرك، يعرف الـ A ويعرف الـ B ويعرف الـ C، يعرف الأمثال ويعرف الحكم برضه كمان. حتى الولد اللي يتجول بيعرف حاله إنه هو عايش في بيئة تعليمية، في بيئة تربوية في الوقت. استراحة زاوية، الأولاد لما يكون تعبان بيقدر يطلع يقعد يتريح يتمتع بالأجواء الحلوة اللي موجودة هون. عنده طبيعة الحال مكتبة صغيرة اللي بيقدر يقرأ ويكتب فيها قصص ويأخذ راحته الطبيعية. ممرات اللي بتدل على الطبيعة، طبيعة الطلاب، طبيعة الصفوف، نقدر نطلع نشوف صفهم كمان. أنا استغليت كل يعني إعادة التكرير، أخذنا الخشب القديم وسويناه جديد، عملنا منه برنامج، عملنا كراسي، عملنا مقاعد، عملنا طاولات. هذا موجود من الصوف اللي عنا، بعرفش مسكر وشي لسه مفتحه. هاي قضية الأبواب، قضية طريقة العمل كيف عملناها، جزء من الصوف برضه كمان اللي عنا. حتى الصوف حلو، حتى الصوف جميلة، حتى ترتيبها، حتى طاولاتها، كراسيها. يعني هذا برنامجنا اليوم القادم. الولد بساعة الفراغ، الولد بساعة العمل بيقدر يقرأ، بيقدر يلعب، بيقدر يعمل أشياء اللي موجودة في داخل الفرص وفي داخل العمل والنشاط تاعه. شوف تعليمية، شوف رائعة، حلوة. شو سكوي؟ ليلي ميتة مياه؟ أنا كل يوم موجودة. ليلي. كل كوري وش عمان في لازم تشوف فيها أساسا أبو سليم. إحنا حكينا، حكيت شو برضو أنت شو الأشياء الوقائية من الكورونا في السنة الجديدة. إحنا هل السؤال، هل المدرسة أو التعليم سيبدأ فيه على اتصال فعلا؟ كيف أنت شايف؟ حسب ما أرى طبعا هنالك خطة مدروسة من قبل وزير المعارف وكل المفتشين، والعهد على أنهم سيفتتحون السنة الدراسية في الأول من أيلول. هذا الكلام وهذه الخطة، ولكن حسب ما أرى وحسب التوقعات إذا استمرت الجائحة
في الصعود وفي الدخول إلى مجتمعنا أكثر وأكثر، ورح نرى أن الموجة الثانية تأثر بها الوسط العربي أكثر من الوسط اليهودي، وهنالك قرى ومدن أصبحت حمراء، ونحن نعرف أن كل قرية أو مدينة حمراء سيكون هنالك خطة تدريسية وتعليمية حسب طبيعة الحال، مستوى الجائحة أو الكورونا أو نسبة علوط من البلدان الحمراء. للأسف الشديد نقول اليوم نعم نحن في وضع صعب جدا جدا، نحن من البلاد التي أصبحت معلمة بأنها بلدة حمراء. سنعمل جاهدين، كل إنسان له دور وله وظيفة على الحد من هذه الظاهرة، ونأمل أنه من هنا حتى الأول من أيلول أن نكون موجودين في قائمة القرى الخضراء كي نعود إلى التعليم وإلى التدريس بصورة طبيعية. أنت تعلم أنه حسب الخطة التعليمية سيكون هنالك 3 أيام تعليم في داخل المدرسة ويومان عن بعد، أو العكس حسب سياسة مدير المدرسة وحسب طريقة التطور والتعلم في المدرسة، وأيضا حسب وضع البلد وقضية الكورونا والإصابات الموجودة وعددها، وسلم الأولويات سيكون أن تعود الأولاد أو الطلاب إلى ساحات وباحات المدارس إن شاء الله ربنا. يعني مدير المدرسة له دور في بيقرر هذا ولا كلها تعليمات من وزارة المعارف؟ بطبيعة الحال في هذا العام وزير المعارف كان واضح، وسياسة وزارة المعارف كانت واضحة، ومديرة المعارف والمفتشين أعطوا صلاحيات مطلقة لمدراء المدارس أن يتخذوا القرارات المناسبة حسب الظروف الموجودة طبيعة الحال في داخل كل قرية وقرية. هيك هن قسموا البلاد إلى أجزاء كي لا يكون إذا كان هنالك إغلاق لا يكون على كل الدولة، بل يكون على المناطق التي فيها الجائحة نسبتها عالية، وهكذا سيكون لمدراء المدارس طبيعة الحال قرارات حاسمة في تطوير الطريقة وتطوير التعليم في المدارس العربية. في كثير بيراودني سؤال، طيب السنة الماضية تقريبا نصها راح والطلاب خسروا كثير، والكورونا اجت بشكل مفاجئ، والناس مش يعني خلينا نقول المؤسسات مش جاهزة كانت، والطلاب خسروا كثير، في خطة معينة لتعويض الطلاب اللي فاتهن واللي خسروه؟ مما لا شك فيه أن الكورونا أو جائحة الكورونا كانت مفاجئة، وأيضا الإغلاق كان مفاجئ، وأيضا هنالك خطط وطرق لم تكن موجودة ما قبل الكورونا. وجود الكورونا أو مجيء الكورونا أو دخول الكورونا أو إصابة الناس بهذا المرض جعلت الأفكار تتوارى وجعلت الأفكار تتطور، وأصبحت هنالك رسائل وخطط تعليمية تختلف عما كانت عليه. في السنة الماضية طبعا لابد أن كان هنالك خسارة لطلاب المدارس، لابد أن كان هنالك تبعات، لابد أن كان هنالك سلبيات، ولكن من الإيجابيات التي وجدت أن هنالك تفكير كان نوعا ما مجمد، وهي عملية استعمال الحوسبة، الإنترنت، التكنولوجيا، كل ذلك زاد من تطور الطالب وتطور المعلم. ونحن في مدرسة علوط الإعدادية لابد أن أذكر هذا الكلام، أننا من سنين طوال أو أقول أكثر من سنة أو سنتين أو 3 بدأنا بهذا المشروع بدون الكورونا، وأصبح طلابنا لهم أرقام مميزة، يدخلون متى شاءوا مع المعلمين، وعندما أتت جائحة الكورونا كنا على أهبة الاستعداد، ومن المدارس المتطورة والمتقدمة التي لم تجد أبدا أي صعوبة في البدء في هذا المسار والتعلم عن بعد. لذلك كان هنالك رسالة واضحة من المعارف على تميز المدرسة الإعدادية علوط، فكان عندنا ما يزيد عن 70-75% من الطلاب الذين دخلوا إلى هذا المشروع ونجحنا وحققنا نجاحات، وكنا نعطي للطالب طبعا هنالك تقويات، نعطيه دائما أن يتطور، نعطي الطالب شهادات تقديرية، علامات، مما شجع الطلاب وجعلهم يتابعون هذا المسار. وللمعلمين أيضا والهيئة التدريسية المحبة لأبنائها كان هنالك دور كبير، كانوا يتمنون
أن يكونوا مع الطلاب. وأقول جملة أبو فادي مهمة جدا، أن كان هنالك معلمين وكثر يبدأوا مع الطلاب في ساعات الصباح، وأقسم أنهم كانوا ينهون دروسهم ما بعد 12 ليلا، دليل على قضية محبة المعلم للطالب ومحبة الطالب للمعلم. وهذا سر من أسرار نجاح المدرسة، وأنا أقولها على شاهد العيان. وأنا أيضا كمدير المدرسة أحترم معلماتي وأحترم معلمي وأحترم طلابي وطالباتي، وهذا مما يعطيني قوة. وكنت على استعداد دائما أن أكون باتصال مباشر، وكان لي الشرف أن أتصل ب450 طالب و450 أم و450 أب عن طريق طبيعة الحال الإرسال المباشر عن طريق الزوم، وتحدثنا وشجعت الطلاب والأباء والأهل كي يكونوا معنا في هذا التعلم، ونجحنا. هذا لا يعني أن التعلم عن بعد يغني عن التعلم الاعتيادي والذي تعودنا عليه، ولكن في ظل الظروف نحن كنا جاهزين ومستعدين. وبهذه المناسبة أقدم شكري الخاص للمعلمين والطاقم المسؤول عن الحوسبة ولكل الطاقم في مدرسة عروط الإعدادية. أقدم شكري الخاص للطلاب وللطالبات. أقدم شكري الخاص للأهل للآباء والأمهات ولكل إنسان سعى في نجاح هذه الرسالة. نعم كان هنالك نجاح، كان تحقيق للعمل، وهذا مما يزيد من المعنويات ومما يعطيني قوة أكثر وأكثر ومما يزيد العمل. وأقولها وأنا طبعا بكامل نشاطي وحيويتي أتعاون مع أهل البلد أباء وأمهات، أتعاون مع المجلس المحلي برئيسه وأعضائه وكل موظفيه، والكل عنده رسالة: مدرسة علوط الإعدادية ستكون في المقدمة وستبقى في المقدمة، ماضيا كانت، حاضرا موجودة، ومستقبلا ستبقى المدرسة الرائدة في الوسط العربي. أفتخر وأعتز أنني مدير لهذا الصرح التعليمي بطلابه ومعلميه وأهله آباء وأمهات، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. في إن شاء الله طبعا منقول. لفت انتباهي في أثناء جولتنا أنا وياك في المدرسة أنك كثير كثير في عندك اهتمام كبير في البيئة التعليمية، تجميل البيئة التعليمية. فإذا ممكن تحكي لنا عن الأشياء اللي أنت تسويها. هذه حياتنا إحنا، طبعا حياتنا حياة جميلة بدأناها منذ الصغر نلهو طبيعة الحال في الطبيعة، وأجمل شيء في الكون يريح الإنسان هو جمال الطبيعة، والشيء الجميل هو الصورة طبيعة الحال التي تظهر صورة الإنسان الذي يقف أمامك. فإذا كان لباسه جميل فأيضا في قلبه جمال، وإذا كانت البيئة جميلة فكل ما تحتويه المدرسة سيكون جميل. الطالب يأتي في ساعات الصباح الباكرة ويأتي مشتاقا إلى المدرسة، مديره وطاقم المعلمين ينتظرونه بعيدا في بداية البوابة الأولى من المدرسة، يستقبلونه بالكلمات الحلوة والابتسامة. يدخل إلى المدرسة يجد من ينتظره، يرى الورود، يرى الأزهار، يرى الأشجار، يرى الثمار. نعم البيئة الطبيعية، البيئة الجميلة تجعل من قلب الطالب جميل. البيئة الجميلة تقلل العنف، البيئة الجميلة ترفع من معنويات الطالب، البيئة الجميلة تجعل من الطالب جميل. ومن كان قلبه جميل كان عمله جميل وكانت نتائجه أجمل. ولذلك أقولها بصدق، جمال المدرسة هو من جمال طلابي، محبتي لتجميل المدرسة لجعل أبنائي يحبون ويرغبون. وهي حقيقة، أنت دخلت إلى الصفوف ورأيت ما يدور بداخلها، هي ليست صفوف تعليمية وليست حيطان وليست جدران وليست مقاعد، بل هي بيئة تربوية تعليمية كاملة ومتكاملة. وأنت دخلت إلى ساحات المدرسة في كل زاوية تجد وردة، وأنا وضعت لنفسي خطة
أن أقوم بزراعة الألف شتلة ووردة، وأنا في هذا العهد وأنا مستمر حتى أصل إلى هذا الرقم. والحمد لله لتبقى المدرسة جميلة، وأيضا ليس فقط الورد هو من يجمل المدرسة، وأيضا طلابها وطالباتها ومعلميها ومعلماتها ومن يدخل إليها هو جميل كما هي جميلة. وهذا الجمال يعطينا طبعا قوة ونشاط ومحبة وفخر واعتزاز بالمدرسة الإعدادية علوط. أنا في نهاية اللقاء هذا أبو سليم أنا بحب أشكرك على حسن الاستضافة، على دعوتك إلي، وبدي أعطيك تحكي كلمة شو بتحب توجه في نهاية هذا اللقاء للطلاب للأهالي للمعلمين. فضل. أخي أبو فادي، أنا ألخص عملي طبعا بآيات قرآنية أنزلت على رسول صلى الله عليه وسلم. الأولى قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صدق الله العظيم. وأيضا الآية التي ندخل إليها وتقول بسم الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والآية الثالثة تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأنا والحمد لله بعد صدق الله العظيم أؤمن على أن العمل يجب أن يكون عمل طبيعة الحال له دور فعال في تغذية الأبناء والبنات الطلاب والطالبات، في تطوير المجال، في إعطاء الطالب حقه وفرصة العمل. أنا اليوم أعتبر أن هذه المدرسة الإعدادية هي مدرسة رائدة تعطي لطلابها ما لا يمكن أن يعطيه أي إنسان آخر، فالمحبة موجودة والأدب موجود والعلم موجود، وهذه رسالتي في الحياة، أدب وعلم. إذا إن وجد الأدب إن وجد العلم، وإذا إن وجد العلم إن وجد الأدب، رسالتنا كانت وما زالت وستبقى أبا فادي رسالة حرة، رسالة تربوية، رسالة تعليمية، رسالة هدفها أن نوصل أبناؤنا إلى درجة التميز ومن التميز إلى الجامعات والمؤسسات. وفي هذه في هذا اليوم هنالك خبر جميل لابد أن نقول ونسمعه، خبر رائع أن هنالك طلاب، طالب وطالبة من مدرسة علوط الإعدادية أنهوا الصفوف التاسعة وقاموا طبيعة الحال بالدخول إلى الجامعة، وكان هنالك امتحان تقييمي وامتحان تقدير وامتحان دخول. الطالبة لما حسن أبو راس استطاعت أن تحصل على علامة معدل 95 في امتحان الدخول للجامعة، والطالب أحمد عبود حصل على علامة 94. هذا الشرف للمدرسة الإعدادية علوط، وأقول بفخر هذا ما قمت ببنائه وهذا ما سعيت إليه، أن أجعل طلابي في الدرجة الأولى طلاب أصحاب عطاء، طلاب أصحاب رسالة، وطلاب متميزين متفوقين لهم الريادة ولهم القيادة ولهم الدرجة الأولى. وأنا أقول دائما لما يعطى من قبل الطاقم لهؤلاء الطلاب والطالبات، نعم هذا فخر واعتزاز. وأقول للمعلمين ارفعوا رؤوسكم بطلابكم، فقد حققوا ما زرعتم بهم، زرعتم البذرة الطيبة وهذا هو النتاج. هذه رسالة طلابنا، قد حققوا ما كنت أتمناه، نجاح تفوق وتميز، وهذه رسالة المدرسة الإعدادية علوط. شكرا لك كثير أبو سليم، ونقول كل عام وأنتم بألف خير. وكلمة طبعا لابد منها أبا فادي في هذا الصباح الجميل وفي يوم الاثنين، ونحن نعلم ماذا يعني يوم الاثنين لكل مؤمن، أقولها هو يوم مبارك فيه البركات فيه الخير، فمجيئك إلى المدرسة زاد هذا اليوم بهاء وجمالا، وزاد تلك الورود التي بالخارج ألوانا زاهية، فأنت لون جميل وأنت اسم جميل واسمك أحمد، وبوركت أستاذي وأخي وقرة عيني، وأشكرك باسمي وباسم أهل علوط أباء وأمهات مجلس علوط المحلي رئيس وموظفين وأعضاء
طاقم المدرسة الإعدادية معلمين ومعلمات، طلاب المدرسة الإعدادية طلاب وطالبات، على هذه اللفتة الطيبة، على هذه اللفتة الكريمة منك بإعداد برنامج مميز عن المدرسة الإعدادية خاصة عيلوت وعن عيلوت عامة. هذا الشكر لابد أن يكون له طبيعة الحال رسالة طيبة، شكرا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر الكبير والجزيل لأخي وحبيبي أبا فادي على هذه اللفتة الطيبة، شكرا للمرة المليون، وأدامك الله لعمل الخير ونقل رسالة طيبة لكل مجتمعنا من كل مكان، من كل زاوية، من كل قرية، من كل مدينة في بلادنا الحبيبة وفي وطننا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله. تسلم أبو سليم، بارك الله فيك، كل عام وانت بخير كمان مرة. الله يرضى عليك.